سلام الله عليكم. يعني كثر الحالات وكثرين الفقر ولا حول ولا قوة بالله. هذا الأسرة عندنا بمحافظة إب نازحين من داخل الحديدة. طبعا هذه الأم يعني عنده القلب وعنده العمود الفقري وعنده الضغط وعنده اثنين عندهم حالات نفسية. هذا أيضا بنته زوجي عنده أيضا حالة نفسية وهي الآن عند الضغط. قال حتى عليه حق الضغط والله ما حصلناه. ايضا تحتاج الى عمليه بواسير. هذه البنت الصغيره صدمه موتور وهرب، يعني ما قدرش حتى تعمل لي كشافه ولا جهاز، والان مريضه زي ما هي عايشين بداخل غرفه واحده، لا بطاريه لا مواد غذائيه لا شيء، لا كان عليهم حتى ايجار حق الغرفه هذه حق 6 شهور وما قدروش يسدوا. انا اتمنى من الجميع يعني المشاركه بالاجر، يعني بنشر الفيديو على اساس بالام هذه لا علاقه قلب ولا الضغط. الان اكثر الحين تدوخ بسبب يعني العلاقه مع الدبش، الكهرباء عندهم بين الغدر، ايجار زي ما ذكرنا العملي حق الاخت بالبواسير، ايضا البنت الصغيره. فانا اتمنى من كل ما تشاهد الفيديو نشرهم في خير، التعاون معهم، جزاكم الله الف خير.